بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون السودان. قيادة السلاح المدفعية تعلن تأييدها لخطوة الضباط وتؤكد وقوفها الكامل بجانب الشعب السوداني. نغدث آثار الارتباط والأخوة وشعارنا الذي نرفعه جيش واحد شعب واحد. يقينا منا أن القوات المسلحة لا تمضي على هذا الطريق وحدها، بل هي من خلفها وإلى جنبها الشعب السوداني الوفي المجاهد الجسور. لقد وردنا الآن خبر عاجل من القصر الجمهوري يتعلق بالشأن الأمني ومستقبل الوطن. لقد تمكن عددا من الضباط والوزراء السابقون السيطرة على السلطة وخلع الرئيس عمر حسن أحمد البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهواء مباشرة من القصر الجمهوري الوزير السابق جادين. نعم، ألو. نعم، تفضل سعادة الوزير. عفوا، استغفر الله العظيم. هذا الدموع حقيقة دموع فرح وحزن، ذكرني بعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقسموا السحابة، فقام أمير المؤمنين وقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. أنا أقول: من كان ولاؤه للبشير فإن البشير زائل، ومن كان ولاؤه للوطن فأن الوطن باقية. نتوجه بهذا النداء للضباط وأفراد وقوات الشعب المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطة أن يقوموا بواجبهم بشكل طبيعي من أجل الإنقاذ الوطن من الانحيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده الوطن. وفي ذلك سعادة الوزير، عفوا عن المقاطعة. نعم، هل تسمعني؟ نعم أختي، أنا سامعك. فضل. لقد قدمت استقالة. نعم. في السابق وتبعت تصريحك بأن سجن كوبر أولى بك، وأنت هنا أمام القصر الجمهوري، ما الذي يحدث هناك؟ نعم يا أختي الكريمة، بالنسبة لتقديم استقالتي كانت شفهية للشعب. بالنسبة للاستقالات عادة تتم عبر القنوات الرسمية، وأنا قمت بذلك الإجراء. ثم تم استدعائي من قبل جهاز الأمن السياسي، وتم احتجازي بناء على طلب الرئيس يريد أن يقابلني. لهذا السبب أنا هنا في القصر، في القصر الجمهوري. أما عن الخطوة الحالية، تم اغتيال الرئيس تحت الإقامة الجبرية، تحت الإقامة الجبرية، ونحن بسدد مشاورات لنخل السلطة السلمية. وأخيرا سوف تصدر قوات الشعب المسلحة بيان بعد قليل. Ha ha ha.